لكن خلينا اتكلم النهارده على جلسه الكابتن محمود الخطيب مع لاعيب النادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب كان ليه جلسه مع اللاعبين والجهاز الفني، عايز اقول لك ان هو يعني سلم على اللاعبين لاعب لاعب ويتكلم مع كل اللاعبين، يتكلم مع الجهاز الفني. من بعض الكلمات المهمه جدا يا محمد اللي قالها لاعيب النادي الاهلي، قال له اللعيب اللي انت عندك موهبه، علشان تحمد ربنا وتشكر ربنا على الموهبه اللي عندك لازم تزود ولازم تطور من موهبتك. قال للعيبه انتوا عندكم جمهور مهم جدا، هو جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي دايما ما بيبصش للي فات، جمهور النادي الاهلي عمره ما هيقول لك ان انا خدت بطل افريقيا في اخر نسختين، ولا ان انا خدت ميداليه برونزيه كاس العالم. جمهور النادي الاهلي لو انت خسرت بطوله هيقول لك النهارده انا خسرت بطوله، مش هيقول لك ان انا امبارح انا خدت بطوله. دي مهمه جدا، واتكلم مع اللعيبه وكانت جلسه تحفيزيه مهمه جدا للاعيبه النادي الاهلي. كابتن سيد عبد الحفيظ برضه في كلامه مع اللاعبين قال نقط مهمه جدا، قال للاعبين نقطه في غايه الاهميه، قال لهم في اخر 4 سنين انتوا لعبتوا 6 نهائي قاري، 2 دوري 4 بطولات دوري ابطال افريقيا و2 سوبر افريقي. قال لهم ده لعيب النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي ما بيقبلش غير بالفوز. نفس يعني اطار الكلام اللي قاله الكابتن محمود الخطيب، طالب اللعيبه بان المباراه اللي جايه مباراه في غايه الاهميه، لازم نركز في هذه المباراه، الفوز مهم جدا في هذه المباراه. مستر بيتسو موسيماني كان ليه يعني كلام ايضا مع اللاعبين بعد جلسه الكابتن الخطيب والكابتن سيد عبد الحفيظ ومستر بيتسو موسيماني. ملامح اللعيبه اتغيرت يا محمد، خلاص في تركيز، داخلين في مرحله صعبه جدا ومرحله مهمه جدا، ان شاء الله هتكون يعني البدايه من مباراه المريخ السوداني باذن الله، والفريق يحقق الانتصار.